الفنان تاني للاستوديو صباحنا مصري، وبنبدأ مع حضراتكم تناول أولى موضوعاتنا لليوم، وهو الحقيقة موضوع في غاية الأهمية. الحقيقة أنه مصر في 2022 هتستضيف الدورة 27 من مؤتمر أطراف الاتفاقية الإطارية لتغير المناخ. إيه هو المقصود بهذه الاتفاقية، وإيه هي التفاصيل؟ مهم جدا نعرف أنه عدد من الدول اتفقت على أنه تغير المناخ بيعود إلى عوامل عديدة جدا، من أهمها التلوث البيئي، تقليل الانبعاثات. إيه هي الخطوات اللي هذه الدول يجب أن هي تتخذها؟ إيه المفروض نحن نقوم به حتى نقلل من تغير المناخ اللي كلنا أصبحنا بنشعر به؟ الصيف مش هو الصيف ولا الشتاء كما اعتدنا. كل هذه التفاصيل اللي هنتوجه بأسئلتها لضيفنا الكريم اللي مشرفنا اليوم باستوديو صباحنا مصري، دكتور هشام عيسى، عضو اتحاد خبراء البيئة العرب وخبير تغير المناخ. دكتور صباح الخير. صباح الخير، أهلا بحضرتك، أهلا مشرفنا النهاردة. شكرا. أبدأ مع حضرتك بالتعرف على احنا بنقول ان مصر تستضيف الدورة 27 لمؤتمر أطراف اتفاقية الاتفاقية الإطارية لتغير المناخ. ما هو بداية المقصود بالاتفاقية الإطارية لتغير المناخ؟ اولا اشكر حضرتك لانها يعني على الاستضافه، لان الموضوع ده فعلا مهم جدا ولازم كلنا نتكاتف في هذا الموضوع. المؤتمر ده انعقد، كان اول مؤتمر انعقد كان في قمه الارض في 1992، اجتمع فيه كل دول العالم، كل زعماء العالم اتفقوا على مشكله تغير المناخ، وان هناك من 92. بس ما كانش بالعنوان ده يا دكتور. هو العنوان ده خرج من هذا المؤتمر. تمام. المؤتمر الاولاني في 92 كان اسمه قمه الارض. تمام. خرج منه مجموعه من الاتفاقيات، كان من بينها الاتفاقيه الاطاريه لتغير المناخ دي، كان عام 92، واتفقت دول العالم كلها على انه ضروره ان يتم سنويا اجتماع اسمه مؤتمر الأطراف، بيتم في أحد الدول، مرة بتبقى في دولة متقدمة، مرة بتبقى في دولة نامية، على أساس أن يشوفوا إيه هو التقدم الذي حدث لمواجهة الآثار السلبية للتغيرات المناخية والتعامل مع مسبباتها. كان في طبعا مجموعه من المؤتمرات كانت بتتم كل سنه، في مؤتمرات حاكمه، يعني نقدر نقول ان مثلا مؤتمر 2009 في كوبنهاجن في الدنمارك كان مؤتمر حاكم، لانه صدر عنه القرار بانشاء صندوق المناخ الاخضر لتمويل تغير المناخ. طبعا المؤتمر الثاني، وهو المؤتمر الحاكم الثاني، هو مؤتمر باريس لتغير المناخ، اللي غير مفهوم الالتزامات الخاصه بخفض الانبعاثات من تحمل الدول المتقدمة فقط لهذه الأعباء إلى أن المجتمع الدولي بالكامل، بقى الدول المتقدمة والدول النامية لازم يكون شريك في تنفيذ هذه الالتزامات أو في خفض الانبعاثات. بعد كده في مجموعة مؤتمرات حدثت بعد ذلك، في مؤتمر حصل في مراكش في 2016، مؤتمر حصل في ألمانيا، بعد كده طبعا جت جائحة كورونا فأجلت المؤتمر بتاع عام 2020 اللي هينعقد هذا العام في جلاسكو في اسكتلندا. هذا العام في ديسمبر، هذا العام في 2021 في 2020 اللي هو مؤجل من 2020 تمام. في 2022 ان شاء الله بإذن الله مصر هتستضيف هذا المؤتمر، واعتقد انه هيكون مؤتمر حاكم، لان استضافة المؤتمر في حد ذاته بيبقى ليه مجموعة من العوامل ومجموعة من الإيجابيات. أيوة. فإن شاء الله يبقى بإذن الله مؤتمر ناجح، وكل الدولة بالحكومة بمنظمات المجتمع المدني، كل المؤسسات لازم هتقف إن شاء الله لدعم استضافة هذا المؤتمر. صحيح. طيب يعني التساؤل اللي هيبقى على بال ناس كتير قوي لما بنتكلم عن تغير المناخ، وإنه ده الدورة دي 27، حضرتك بتقول الموضوع يعني بدأ من عام 92، هيبقى أول تساؤل إذا ما كان العالم، سواء كان العالم المتقدم أو العالم النامي، انتبه لهذه القضية منذ يعني 92، لماذا نحن الآن نقف في نفس النقطة ونتساءل لماذا هناك هذا التغير الكبير في المناخ، ولماذا لم تؤتي الدورات السابقة بالثمار يعني المأمولة؟ هو سؤال مهم جدا، وسؤال نقدر نقول ان هو بدأ من 92 او ما قبل 92، كان العلماء
في الأرصاد الجوية في العالم كله أثبتوا ظاهرة تغير المناخ من 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 قديم الأزل، وعرفوا مسبباتها وإن دي من أيام الثورة الصناعية ومجموعة من الغازات الاحتباس الحراري التي أدت إلى هذه الظاهرة. الفكرة هنا أن العلماء لما تحول العلم ونقدر نقول إيه التجمع العلمي بالكامل تحول إلى اتفاقية، فهذه الاتفاقية أصبحت اتفاقية سياسية اقتصادية اجتماعية تتعارض فيها مجموعة الرؤى والمصالح. تم تقسيم الاتفاقية إلى مجموعتين رئيسيتين، مجموعة الدول المتقدمة ومجموعة الدول النامية. صحيح. كل مجموعة بتدافع طبعا عن مصالحها. الدول النامية بترى إن يجب أن تحظى بفرصة لمزيد من التنمية الاقتصادية التي قد تؤدي إلى زيادة الانبعاثات. الدول المتقدمة بتقول لا، هذه كارثة يجب أن نتعاون فيها، فيجب أن الدول المتقدمة مع الدول النامية يحظوا ب. تقصد حضرتك أنه قد تكون هناك يعني بعض الضغوط السياسية في هذا الإطار، والمسألة ليست بيئية فحسب؟ هي طبعا تحولت من منظور بيئي فقط من وجهة نظر العلماء الذين اجتمعوا على هذه الظاهرة. الأساس كان العلماء. العلماء لا يختلفون في الظاهرة، ولكن السياسيين والاقتصاديين بيختلفوا في كيفية معالجة الظاهرة. ما بين بقى مصالح الدول المتقدمة ومصالح الدول النامية. الدول النامية ترى أن من حقها أن يتم التنمية. الدول المتقدمة بترى أن لا، في دول نامية كانت في 92 نامية أصبحت النهاردة متقدمة زي الصين. يعني الاتفاقية مقسمة مجموعة الدول إلى مجموعتين، متقدمة ونامية. الصين والهند والبرازيل كانوا في عام 1992 بيصنفوا دول نامية، وما زالوا في الاتفاقية حتى الآن يصنفوا دول نامية. وبالتالي هناك بقى اختلاف ما بين القوى، ما بين الاتحاد الأوروبي، ما بين الولايات المتحدة، ما بين اليابان. فلهذه الاختلافات أدت إلى أن العالم حتى الآن رغم الجهود التي تمت بالفعل في خفض الانبعاثات، لكن ليست هي الجهود المأمولة، لأن الاختلافات في وجهات النظر بيخلي مجموعة من القرارات بيتم تنفيذها بالفعل، ومجموعة أخرى بتخضع للحوار واستمرار الحوار وعدم الاتفاق على نقاط معينة. فده بيؤدي إلى نقدر نقول إيه التأخر في تحقيق الأهداف. تمام. لكن الأهداف بتسير، يعني أهداف خفض الانبعاثات هي بتسير بالفعل. صح. لكن التأخر عن تحقيق هذه الأهداف في التوقيتات في المحددة بالضبط. طيب. خليني أروح مع حضرتك تاني للجانب العلمي ونشوف أهم ما وصل إليه العلماء خلال يعني حدد مثلا العشر سنوات الأخيرة. احنا شايفين دلوقتي أنه أصبح هناك توجه إلى الاقتصاد الأخضر، ويمكن مصر كمان من الدول اللي يعني على الرغم أن احنا لسنا من الدول المتقدمة، لكن احنا بدأنا يعني نخطو هذه الخطوات بشكل واضح في استخدام الوقود الأخضر ويعني تعزيزه بشكل كبير وأساسي. إيه أهم التوصيات اللي بدأت بالفعل في عدد من الدول فيما يتعلق بتغير المناخ؟ هو أحد بنود الاتفاقية الإطارية لتغير المناخ هو اتفاق باريس فكرة التمويل. تمويل مشروعات خفض غازات الاحتباس الحراري من المقدمة من الدول المتقدمة للدول النامية لمساعدتها على تحمل هذه التكلفة، وأيضا لمواجهة الآثار السلبية لتغير المناخ سواء الحرارة، الجفاف، الأمطار وهكذا. ولكن كان يعني بيتم بالفعل وضع بقى أطر تنظيمية لهذا التمويل. بمعنى إيه؟ أن التمويل اللي جاي من الدول المتقدمة للدول النامية يجب أن يتم استغلاله في إطار تحقيق الاقتصاد الأخضر اللي هو إيه؟ الاقتصاد الأقل اعتمادا على انبعاثات الكربون. تمام. من خلال إيه؟ دعم مشاريع الطاقة الجديدة والمتجددة، دعم مشاريع كفاءة الطاقة، استخدام التكنولوجيا الصديقة للبيئة، استخدام التكنولوجيا الحديثة، توفير استهلاكات المياه. مجموعة من هذه المشروعات كلها تقع تحت إطار الاقتصاد الأخضر. ولكن لو قلنا إن إحنا حنسير بدون تمويل وكدول نامية واللي من حقها أنها تنمو، فبالتالي لن تستطيع تحمل تكلفة التحول من الاقتصاد العادي لاقتصاد الأخضر. فكان هنا يجب أن يتم وضع أطر محددة وعوامل واستراتيجيات للتحول نحو الاقتصاد الأخضر التدريجي من خلال دعم الدول المتقدمة إلى الدول النامية، من خلال قيام الدول النامية ذاتها زي ما مصر عملت في التحول نحو الاقتصاد الأخضر من خلال الاعتماد في مزيج الطاقة في مصر مثلا. اعتماد بشكل كبير على الطاقة المتجددة. عندنا أكبر محطة طاقة شمسية في العالم في جنوب أسوان في منطقة بنبان. عندنا مشروعات كثيرة جدا لكفاءة الطاقة والتحول نحو استخدام الأجهزة الموفرة للطاقة واللمض والليد والحاجات الصديقة للبيئة. عندنا مشروعات كثيرة جدا
أدت إلى أن مصر بالفعل بدأت تتحول إلى الاقتصاد الأخضر، ليس فقط على مجال المشروعات ولكن أيضا على مجال المؤسسات التمويلية. تمام. يعني البنوك، المؤسسات المصرفية، صحيح. البورصة بدأت بالفعل تصدر قرارات تلزم الشركات بالتحول نحو الاقتصاد بالضبط الأخضر. أنه حتى في بعض مثلا الشركات خاصة النقل الجماعي أصبحت السيارات الكهربائية، الإنارة في الشوارع فيها طاقة شمسية زي ما حضرتك ذكرت. لكنه التساؤل هنا دكتور فيما يتعلق بالتأثير يعني الجغرافي، يعني حينما نقلل من الانبعاثات وحينما نحاول الحفاظ على البيئة، هل بهذه الصورة نحن نوجه يعني لمصلحة المنطقة أم أنه المسألة مسألة عالمية؟ يعني أنا كدولة حينما أخذ هذه الخطوات هيؤثر عليا ولا المسألة مسألة عالمية، وبالتالي حتى لو هناك دول مجاورة، دول في قارات أخرى الانبعاثات عندها مرتفعة، ده هيؤثر على مناخي وبالتالي لا جدوى. هو بالفعل قضية تغير المناخ هي قضية عالمية، صحيح. يعني يجب أن تتعاون، عشان كده بيضعوا اتفاقيات، يجب أن تتعاون كافة الدول لخفض الانبعاثات ومواجهة أثار تغير المناخ. وهناك فرق بين مواجهة أثار تغير المناخ والتلوث البيئي الداخلي. كل دولة بتضع قانون لمكافحة التلوث البيئي الداخلي، زي عندنا نهر النيل مثلا بنحافظ عليه، عندنا نهر النيل، عندنا الملوثات الصناعية، صحيح. عندنا المخلفات، دي قضايا داخلية. أما القضايا الخارجية اللي هي قضية زي قضية تغير المناخ، فدي يجب أن تتعاون كافة الدول، عشان كده بيضعوا اتفاقيات دولية. وهذه الاتفاقيات الدولية لما برلمان الدول بيوافق عليها فبتصبح جزء من قانونه، وبالتالي بيتم تعديل المسارات القانونية المختلفة الخاصة بالبيئة للالتزام بالتزامات هذه الاتفاقيات، وأيضا العمل على مواجهة الآثار السلبية للتغيرات المناخية. تمام دكتور، لما بنتكلم عن الاتفاقية الخاصة ب 2022 وحضرتك بتقول انه الاتفاقية الخاصة ب 2020 تم تأجيلها يعني هذا العام، كل عام بالتأكيد بيكون هناك متغيرات. حينما كانت هناك يعني جائحة كورونا في اوجها وتم توقف عدد كبير جدا من المصانع في دول العالم، طائرات توقفت، كان هناك رؤية مليئة بالتفاؤل فيما يتعلق بتغير المناخ، لدرجة أنه البعض ذهب بعيدا بتصوير الطبيعة وأنه عادة الطبيعة لتتنفس وما إلى ذلك. لكنه بمجرد أن عاد العمل لبعض الدول مرة تانية، يعني مش عايزين نقول أنه يعني المسألة عادت إلى يعني سابق عهدها. هو يمكن المجتمع الدولي كله رغم طبعا التأثيرات السلبية لجائحة كورونا وما أدت إليه من توقفات في الاقتصاد وعلى الصحة، لكن العالم بدأ بالفعل يشعر أنه يجب أن يكون هناك تعافي أخضر، صحيح. وبالتالي كل الدول بدأت ومن بينها مصر بالفعل بدأت تضع حاجة اسمها استراتيجية التعافي الأخضر. يعني إيه؟ يعني أنا النشاط بتاعي وقف، طب لما رجعوا زي ما كان ولا رجعوا بشكل أكثر تحضرا وأكثر التزاما بالبيئة؟ وبالتالي أصبحت كل الدول تضع استراتيجيات للتعافي الأخضر، من بينها زي ما احنا قلنا مصر، إن لا يا جماعة احنا لما نرجع لازم نرجع بشكل أكثر تحضرا، أكثر التزاما بالمعايير البيئية، أكثر التزاما بمعايير انخفاض الانبعاثات. وبالتالي أعتقد طبعا أن العودة بعد كورونا ستكون مختلفة، يعني النشاط الاقتصادي سيكون مختلف عما كان قبل كورونا. يعني بتتوقع حك أهم ما سيتم مناقشته مثلا في المؤتمر القادم؟ هو قبل ما نتكلم على مناقشة المؤتمر القادم والبعد القادم، لأن المؤتمر القادم على طول هو مؤتمر اللي هينعقد في اسكتلند، هيضعوا مجموعة من المعايير، هيناقشوا مجموعة من الأهداف اللي يجب أن يتم العالم الالتزام بها. أعتقد أن المؤتمر اللي هيكون في مصر، وده ليه أهمية كبيرة جدا لمناقشة مدى بداية التزام الدول، لأن احنا بنقول 2020، يعني هو مفترض أن هذا المؤتمر كان هيبقى 2020، فاحنا بنقول اعتبار مجازا، اعتبارا من 2020 على الدول أن تضع خطط لتنفيذ التزاماتها. وبالتالي اعتقد ان مؤتمر 2022 اللي هو المؤتمر اللي هينظم في مصر هيكون مهم جدا. ليه؟ لان هنشوف دلوقتي الدول بدات تنفذ التزاماتها ولا لا، بالظبط كده، وحطيتوا قوانين تنظم العملية خفض الانبعاثات. ما مدى التزام المؤتمرات الشركات والجهات الداخلية؟ وبالتالي هيبقى مؤتمر مهم جدا، ووجوده في مصر التي تقود
بشكل مباشر المجموعة الأفريقية والمجموعة العربية، بمعنى أنها بتقود نحو مثلا ما يزيد عن 70-75 دولة، يعني تقريبا بيشكلوا 45% من إجمال الدول. فأعتقد أن الأمر هنا هيبقى مهم جدا في تنظيمه في مصر. طيب دكتور، يعني حينما نرى يعني مع جائحة كورونا صراع القوى الكبرى، يعني الولايات المتحدة والصين وما يعني من القوى الصناعية الكبرى في العالم وخاصة الصين، ما يتعلق بجائحة كورونا والاتهامات المتبادلة ما بين الولايات المتحدة والصين فيما يتعلق بالجائحة، هل سيلقي بظلاله على مسألة التغير المناخي؟ لأنه دائما ما توجه اتهامات إلى الصين باعتبارها دولة صناعية كبرى بأنها سبب في تغير المناخ وما إلى ذلك. هل هذا الصراع السياسي الخفي سيلقي بظلاله على يعني هذا المؤتمر؟ هو أنا هقول لحضرتك، هو السؤال هنا سؤالا يعني أو يبدو سؤالا سياسيا، وبالفعل هي مصالح القوى العظمى بتتعارض في بعض الأحيان، فكل بقى قوة بتاخد آليات معينة للضغط على القوى الأخرى لتحقيق مصلحة. يعني هو لا يوجد في الآخر صراع قد يصل إلى، أنا ده وجهة نظري الشخصية، يعني لن يصل الصراع على الأقل في المرحلة اللي هي إلى صراع مواجهة مباشرة، لكن هو صراع ضغوط لتحقيق مصالح. يعني أنا بضغط على الولايات المتحدة، تضغط على الصين في منطقة معينة لتحقيق مصلحة اقتصادية معينة، وكذلك الصين بتضغط على الولايات المتحدة وهكذا. هي النقطة بقى اللي يجب أن تثار في الحتة دي، ما هي مصلحة الدول النامية اللي زينا؟ إحنا كدول نامية لنا مصلحة مهمة جدا، وهو تحقيق معدلات نمو مرتفعة طبعا، مع الالتزام بالمعايير الخاصة بالبيئة بشكل عام وتغير المناخ بشكل خاص. وبالتالي هي دي نقدر نقول المعضلة التي يتم دائما إثارتها في مؤتمرات تغير المناخ. بالضبط. يعني مهم جدا طبعا نتكلم عن أهمية الاقتصاد الأخضر، هنتكلم عنه بتفاصيل أكتر، وهنتكلم أيضا مع حضرتك عن أهمية إقامة هذا المؤتمر في مصر. لكن حديث عن تغير المناخ وانعقاد دورة 27 مؤتمر الأطراف اتفاقية الإطارية لتغير المناخ في عام 22 في مصر، مع ضيفنا الكريم دكتور هشام عيسى، عضو اتحاد خبراء البيئة العرب وخبير تغير المناخ. أهلا بحضرتك مرة ثانية دكتور. عايز أرجع مع حضرتك بقى لفكرة انعقاد المؤتمر في مصر، ويمكن كنا تحدثنا مع حضرتك في بداية الفقرة عن فكرة أنه مصر بالفعل بدأت تخطو خطوات في هذا الإطار، يعني فيما يتعلق بالاقتصاد الأخضر والوقود الأخضر كمان، مصر بدأت بالفعل في تصنيعه مش مجرد حديث عن الموضوع. هذا بالإضافة إلى عدد كبير جدا من المشروعات زي المدن الجديدة اللي مصر بتبنيها، العاصمة الإدارية الجديدة، يعني هذه المشروعات الكبرى أصبحت تراعي بشكل أساسي، يعني بشكل متوازي في بنائها، مسألة الحفاظ على البيئة وتغير المناخ. بالفعل طبعا نستطيع أن ندرك كل المشروعات التي تمت في إطار الاستراتيجية المصرية للتنمية المستدامة تحت مظلة التعامل مع تغير المناخ، سواء على مستوى خفض الانبعاثات أو حتى على مستوى مواجهة الآثار السلبية للتغيرات المناخية. يعني على سبيل المثال في قطاع الزراعة مثلا، استخدامات الآليات الحديثة في الري دي بترشد في استهلاك المية وبتحافظ على جودة المحصول، وفي نفس الوقت فأنا إذن هنا أنا بحافظ على نصيبي من المية بدون إهدار، لأن أحد مشكلات تغير المناخ هي المية طبعا وطفر المية. النهاردة لما باجي أعمل المشروع الوطني لتبطين الترع، تبطين الترع ده بيؤدي إلى بيؤدي لأن أنا بحافظ على كمية المية الموجودة في الترع من عوامل امتصاصها نتيجة التربة طينية، وبالتالي بحافظ على كمية المياه الموجودة، وبالتالي أقدر أستفيد من هذه المياه بشكل أكبر. لما باجي أتكلم على المباني الخضراء في العاصمة الإدارية الجديدة وكل المدن بصفة عامة الجديدة، بيتم مراعاة فيها الكود البناء الأخضر الموضوع من خلال وزارة الإسكان. إيه بقى يا دكتور كود البناء الأخضر؟ اللي هو بيخلي المبنى بشكل أو بآخر يعتمد على كفاءة الطاقة، دي نمرة واحد. يعني نمرة اتنين بيوفر في استهلاكات الطاقة المخصصة للتكييف مثلا، بيراعي بشكل معين هندسي طبعا، وأنا مش مهندس متخصص لكن هو بيراعي بشكل هندسي
توافر او يعني توفير تيارات الهواء اللي كانت في بيوتنا زمان ما كناش محتاجين بتقلل من استخدامات التكييف يعني الكتل الاسمنتيه بالظبط كده. الطرق لما شبكه الطرق اللي تمت بشكل كبير جدا ادت الى انسياب مروري كبير. انسياب المروري ده بيؤدي الى ايه؟ ان زمن التقاطر بتاع العربيات بيمشي الاشارات والتوقف في الاشارات اللي كنا بنعاني منه بشكل كبير جدا والعربيات واقفه ودايره وبالتالي بتطلع انبعاثات وبتزود درجه الحراره. كل هذه المشروعات وغيرها طبعا سواء حتى على مستوى المدن الجديده زي ما احنا قلنا في مستوى المدن الساحل الشمالي خريطه تغير خريطة الزراعة في مصر بحيث أنها تراعي أن المحاصيل الأكثر استهلاكا للمياه تبقى في المناطق اللي بتحتاج أن بغسل فيها التربة عشان التملح اللي جاي من البحر المتوسط وهكذا. كل دي خريطة زراعية كمان مهمة جدا بالضبط عشان أقدر. ودار المياه كان في زراعة الأرز أيضا أعتقد أنه ده يعني أصبح في تقنين لده. هو ده أحد العوامل الأساسية. أنا بقلل من استهلاك المياه الموجهة إلى محصول رز بخلي محصول رز في المناطق القريبة من الساحل الشمالي اللي هي مثلا منطقة كفر الشيخ عشان لا وغير كده كمان البحر نتيجة تغير المناخ وارتفاعه في أعلى الدلتا فبيبتدي يملح التربة فأنا لما بستخدم مياه كتيرة في زراعة الرز بغسل التربة فبأعيد ليها الحيوية بدل ما زي ما بيقولوا باللغة بتبور. كل هذه الخطط وكل هذه المشروعات طبعا بتساهم سواء في مواجهة الآثار السلبية لتغير المناخ كل البنية الأساسية اللي موجودة لمواجهة السيول مثلا. جميل. دي جهود كبيرة للدولة ومؤسسات الدولة والحكومة المصرية بتقوم بها فيما يتعلق بتغير المناخ. هل هناك سلوك شخصي خاص يعني بالأفراد بالمواطنين للمساهمة في تغير المناخ وخاصة أنه فكرة أنه المواطن يشعر بأنه يعني أي سلوك بيعمله هيأثر على المناخ والبيئة دي فكرة يمكن مش بسهولة أنك تقنع شخص أنه حضرتك مثلا لما تستخدم لمبة موفرة أو يعني تقوم مثلا بالري بطريقة معينة ده هيؤثر على البيئة ككل. دي مسألة الإقناع دي مسألة مش سهلة ولكن هي دور بقى هنا احنا لما بنيجي نتكلم على الدولة في المفهوم العام الدولة شعب حكومة مجتمع مدني صحيح. ويمكن الاستراتيجية الأخيرة التي صدرت بشأن حقوق الإنسان بتعلي من دور المجتمع المدني. المجتمع المدني هنا مش بتكلم فقط على حقوق لكن بتكلم على واجبات. بتعلي كمان ده سيادة الرئيس أعلن عام 22 عام المجتمع المدني. اللي ليه دور أساسي في توعية المواطن بكيفية مواجهة الآثار السلبية للتغيرات المناخية. هناك مشروعات بالفعل موجودة على أرض الواقع يعني أنا مش هقول إن هنبتدي من 22 لا أنا هقول إن احنا ماديين بس كانت الجهود غير منظمة. جمعيات أهلية في القرى وفي المناطق بتدعم وبتنمي هذه الفكرة عند الأهالي عند الفلاحين عند الطبقة المتوسطة الموجودة في المناطق الشعبية وبالفعل في مشروعات بالتعاون طبعا مع مؤسسات دولية جت وعملت فعلا مجموعة من المشروعات التجريبية اللي خلت المواطن بالفعل يتجه نحو مثلا اللمض الموفرة أو زراعة الأسطح عشان يقلل من درجات الحرارة في المناطق. هتلاقي في مناطق كتيرة جدا في مصر لما تيجي تبص لها كده لو بصيت لها من الطيارة ما هتلاقيها كلها بقت خضراء زرعين الأسطح. هي مشروعات تجريبية محتاجة انها تتعمم بعض المناطق ويعني وفي يعني درجة من الوعي ومن الإمكانية كمان لبعض البيوت استخدام الطاقة الشمسية دي يعني طبعا في اماكن معينه مش هنقول ان هي منتشره بشكل كبير لكنه في اماكن معينه من يتاح لي فرصه دي بالظبط طبعا كنا على فكره بنتحدث في مساله الطاقه الشمسيه دي من سنوات قليله على ان هي حلم بعيد يعني بالفعل بقت موجوده دلوقتي. يعني انا هقول لحضرتك ان الطاقه الشمسيه اصبحت دلوقتي حتى في انتاجها او تركيبها يعني نقدر نقول تماثل مش هنقول انها ارخص حاليا هي يعني هتبقى ارخص في المستقبل في توسع الانتاج لكن نقدر نقول ان هي التكلفه الراسماليه بتاعتها لما اجي استثمر فيها كمواطن عادي في بيتي هتوفر لي اكتر بكتير جدا بل بالعكس قد تحقق لي دخل لان في قانون دلوقتي بيتم مناقشته في ما يسمى بالنت مترنج او ان انا بالظبط انه مش بس هتكفي بيتك لكن ممكن كمان تصدر لوزاره الكهرباء من خلال الشبكه وهكذا وبيتم عمليه مقاصه ما بين الاستهلاك والانتاج وهكذا. فطبعا هذه مشروعات مهمه جدا على المستوى الشخصي. دور المجتمع المدني مهم جدا على المستوى الشخصي. دور المؤسسات التمويليه على مستوى الشركات
يعني انا النهارده كشركات تدعم الفكره تقصد طبعا حضرتك؟ طبعا وتدعم الفكره، مش تدعم الفكره فقط، تدعم الفكره وتدعم التموين. قصدي تدعم الفكره، يعني مثلا لو حد عايز يعمل طاقه شمسيه ممكن تدعمه تمويليا. هناك مشروعات بالفعل وهناك مؤسسات تمويليه دوليه، طبعا مش هقول يعني اسمها، بتتعامل مع بنوك وطنيه كبيره بالفعل بدات تتعامل وبتدي قروض ومنح ما يسمى بالكريدت، الجرين كريدت لاين او خط الائتمان الاخضر. انا لما بعوز اركب طاقة شمسية في بيتي بروح للبنك معين باخد منه ممكن اخد قرض، قرض وبسعر فايدة بسيط جدا. مشروع التحول نحو السيارات الغاز الطبيعي، الغاز الطبيعي ما هي ده، دي مشروعات فردية. ما هو صاحب العربية ده فرد، وبالمناسبة كمان السيارات الكهربائية احنا اصبح عندنا محطات تمويل، يعني موجودة تمويل بالكهرباء موجودة، يعني موجودة دلوقتي في اماكن كتيرة في مصر. يعني حتى هذه المسألة يمكن كنا يعني في لقاءات سابقة من يعني من سنتين او كده بنتكلم عن انها كفكرة مستقبلية، فهي اصبحت موجودة بالفعل على الارض هي دلوقتي. الامور هنا محتاجة بس عملية ايه، ان احنا نعمل ريكورد او تنظيم، بمعنى ان انا بتابع هذه الاستراتيجية واعمل عليها ريبورتنج دائما عشان اقول والله مصر عملت الجهود بالفعل اهي، ادي خفض الانبعاثات اهو، ادي المشروعات اهي. انا محتاج ريكورد الجهود دي يعني اجمعها كلها في شكل تقرير موحد اقدر اقول مصر عملت بالظبط. دكتور هشام، باعتبار حضرتك عضو طبعا لخبراء البيئه يعني بشكل عالمي، اهم الدول اللي قدرت بالفعل مش بتوصيات ولا باتفاقيات، لكن هي كده قالت خلاص انا يعني انا هبدا اتجه نحو الاقتصاد الاخضر وتوسعت في ده بشكل كبير جدا، يعني وننظر اليها بعين المثل الاعلى. طبعا مبدئيا دول الاتحاد الاوروبي، ولكن ايضا من خلال اتفاقيه تغير المناخ جه في 97 تم وضع حاجه اسمها بروتوكول كيوتو، او كيوتو دي كان الاليه التنفيذيه اللي بتلزم الدول المتقدمه لخفض غازات الاحتباس الحراري. تمام. وبالتالي بدات انا عشان اخفض غازات الاحتباس الحراري لازم اغير من شكل الاقتصاد بتاعي اصلا. فبدات الدول الاتحاد الاوروبي تحديدا معاهم طبعا اليابان، مجموعه الدول المتقدمه بصفه عامه بدات بالفعل تتجه الى الاقتصاد الاقل اعتمادا على الكربون او انبعاثات الكربون. لكن اهم ما يميز او اهم هذه الدول كانت الاتحاد الاوروبي تحديدا طبعا المانيا، فرنسا، لان فرنسا كمان هي باريس اجريمنت او اتفاق باريس لتغير مناخ بيحمل اسمها، فهي من الدول اللي بالفعل الرائدة بتدعم والدول الرائده في مجال التحول نحو الاقتصاد الاخضر. الاتحاد الاوروبي نفسه وضع اليه للتمويل اسمها او مبدا اسمه اليوروبيان يونيون تاكسونومي او مبادئ الاتحاد الاوروبي نحو التمويل الاخضر. فده الى حد ما هو الاتحاد الاوروبي بدأ ينشر هذه الفكرة، بدأ يعمل مبادرات تمويلية على مستوى العالم. البرنامج الأمم المتحدة للبيئة عمل حاجة اسمها الفاينانشال انيشيتيف أو المبادرات التمويلية الخضراء. كل ده نابع من طبعا الاتحاد الأوروبي بشكل عام. وهذه الاتفاقات بالفعل بدأت تطبق في مصر، وبدأت مجموعة البنوك الوطنية بتغير من منهجية التمويل بتاعتها بحيث أنها بدأت تضع البعد البيئي كبعد أساسي في منح أو عدم منح التمويل. بالضبط. لكن في درجات يا دكتور، يعني في حاجة مثلا ممكن تقول دولة كذا وكذا وكذا هما الأكثر كفاءة، وده أكيد بيتم تقييمه على يعني على مستوى كل دورة من دورات المؤتمر. بصي، هو المؤتمر لا يتناقش باسم دولة، هي باسم مجموعات. يعني احنا عندنا يعني ألمانيا ما يعني مش ما تقدرش، ألمانيا ما بتطلعش تتكلم بصوت ألمانيا، بتطلع تتكلم بصوت الاتحاد الأوروبي. مصر لما بتطلع تتكلم ما بتطلعش تتكلم تقول مصر. تمام. لا، بتتكلم بصوت أفريقيا، بتتكلم بصوت لأنها مجموعات. يعني هي في 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 دورات الكوب او المؤتمرات الاطراف التحدث دائما بيبقى باسم مجموعات وليس باسم دول. تمام. وبالتالي من الممكن تقوم دوله بتعبر عن صوتها. الدول دي مظلومه يا دكتور في هذه الاتفاقيات، لان هي ليس لديها حتى الامكانيات ان هي، يعني لو اتكلمنا عن افريقيا ليس لديها الامكانيات حتى للتوجه للاقتصاد الاخضر. ما عشان كده احنا بنقول ان الاتفاقية وضعت في المادة التاسعة، اتفاق باريس لتغير المناخ وضع في المادة التاسعة تحديدا ان الدول المتقدمة ملتزمة. يعني حتى في النص الانجليزي developed country shall provide، يعني shall دي يعني في اللغة القانونية يعني must، يعني يجب ان تقوم بتوفير التمويل اللازم
للدول النامية لتحقيق مواجهة تغير المناخ وخفض الانبعاثات، ولكن في إطار أن هذا التمويل يستخدم فيما خصص من أجله، يعني مش من أجل التنمية. أنا مش مديك تمويل عشان تحقق التزامات عاجلة، ما تشتري قمح مثلا، يعني لا، هذا التمويل موجه لمواجهة آثار تغير المناخ والمشاركة مع جهود المجتمع الدولي كله في خفض الانبعاثات. وبالتالي بدأت بالفعل كل الدول الأفريقية، وطبعا على رأسها مصر، ومصر بتقود في الحتة ديت، يعني الفكر التحول نحو الاقتصاد الأخضر من خلال العديد طبعا من المؤتمرات التي تمت في مصر والتي تمت حتى على مستوى الاتحاد الافريقي، ان في استراتيجية 2063 في الاتحاد الافريقي بتتحدث عن ادماج البعد البيئي بصفة عامة داخل التنمية الاقتصادية. في مصر الاستراتيجية بتاعتها ادماج البعد البيئي داخل التنمية الاقتصادية، مش البعد البيئي بس على فكرة، والبعد البيئي والاجتماعي كمان. يعني هي اسمها Environment, Social and Governance ايضا. يعني الاقتصاد والبيئة والحوكمة والإفصاح، كل دي من المعايير اللي بتؤدي إلى الالتزام بأهداف خطة تغير مناخ ومواجهته. بشكرك يا دكتور، شكرا جزيلا لكل ما أضفته لنا ومشاهدينا اليوم من معلومات قيمة فيما يتعلق بتغير المناخ. دكتور هشام عيسى، عضو اتحاد خبراء البيئة العرب وخبير تغير المناخ، شكرا جزيلا لحضرتك وشرفك لنا اليوم في صباحنا مصري. شكرا. مشاهدينا الكرام، لسه مكملين مع حضراتكم هذه الحلقة من صباحنا مصري. زميلي محمد جوهر هيكون مع حضراتكم بعد الفاصل، وموضوع آخر موضوعاتنا، تكونوا في انتظاره.